عيد أضحى سعيد على الأمة العربية والإسلامية كلها بإذن الله. حقيقة انتشرت صورة كده على مواقع التواصل الاجتماعي، صلاة العيد في بلبيس يا جماعة، صلاة العيد في بلبيس. أنا حطيتها بعنوان خالف تعرف، صلاة العيد كل واحد بيصلي في اتجاه مختلف. طبعا أنا مش عارف دول، هل دول بيعبدوا ربنا ودول بيعبدوا الشمس ولا ايه، بس يعني ما يصحش كده ابدا يا جماعة. يعني صورة ملفتة من احدى السلبيات اللي انا شفتها النهاردة. الشيطان بيعيط يا جماعة، ابليس بيبكي مش عارف يعمل ايه مع المصريين. قدرته وقوته اختفت مع اللي بيعملوه المصريين. عيد سعيد عليكم يا جماعة.